الجر بحروف الجر. حان وقت اللعب. هذه اللعبة أول مرة أراها. سأدعكما تلعبان أمامي ثم سأتعلم منكما. حسناً، سأبدأ أنا. توجه الباحث إلى المدينة. كتبت بالقلم: النفط ثروة من الثروات. ذهبت إلى اللاعبين. رأيت في أبيك الحكمة. أحسنت، والآن حان دوري. هواة الخديعة كالذئاب يتربصون. أتتبعك عن بعد. إن لذي التربية الفاضلة قدرة على تجنب الزلل. سلمت على الفتى. إبداع، والآن سنشرح لك يا خالد كيف أكملنا الفراغات في الجمل السابقة. لقد استخدمنا حروف الجر المناسبة. وحروف الجر هي في وعن ومن والكاف والباء ولام الجر. لقد لاحظت أن حروف الجر تجعل الأسماء بعدها مجرورة بالكسرة. صحيح، فحروف الجر تدخل على الأسماء الظاهرة فتجرها بالكسرة، ومنها الاسم المفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. ولكني لاحظت أن اسم الفتى لم ينطق بالكسرة، فلماذا؟ هذا صحيح، فالاسم المنتهي بألف يكون اسما مجرورا وعلامة جره الكسرة المقدرة. وماذا لو كان الذي يلي حرف الجر ضمير وليس اسما ظاهرا؟ سيكون ضميرا مبنيا في محل جر، مثل رأيت منه كل خير. فالهاء هنا ضمير مبني في محل جر. ولكني لاحظت أن هناك أسماء جرت بالياء، مثل ذهبت إلى اللاعبين، رأيت في أبيك الحكمة. هذا صحيح، فإن الاسم المجرور تكون علامة جره الياء إذا كان مثنى أو اسما من الأسماء الخمسة. حسنا يا رفاق، أظن أنني سألعب معكم المرة القادمة. خلاصة ما تناولناه اليوم: أمثلة على حروف الجر مثل في وعن ومن والكاف والباء ولام الجر. ووضحنا أن حروف الجر تدخل على الأسماء الظاهرة فتجرها بالكسرة، ومنها الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، مثل توجه الباحث إلى المدينة: النفط ثروة من الثروات. ووضحنا أن الاسم المنتهي بألف يكون اسما مجرورا وعلامة جره الكسرة المقدرة، مثل سلمت على الفتى. وحددنا أن هناك ضميرا مبنيا في محل جر، مثل رأيت منه كل خير. فالهاء هنا ضمير مبني في محل جر. ووضحنا أن الاسم المجرور تكون علامة جره الياء إذا كان مثنى أو اسما من الأسماء الخمسة، مثل ذهبت إلى اللاعبين، رأيت في أبيك الحكمة.